السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد هوري لحضراتكم حاجة جديدة. حاجة دي عبارة عن عقلة دراجون فروت، عقلة صغيرة قد عقلة الأصبع. وأنا بزرع الدراجون كان في حتة كده اتكسرت من حتة صغيرة، فقلت هزرعها كده وأشوف هتعمل ايه، هتطلع ولا مش هتطلع. عادي بالنسبة لي كده زي ما تكون مرمية. وطلعت بعدها بحوالي 3 أسابيع أو شهر، لا طلعت إنبات جديد. العلا دي قدام حضراتكم اهي، والانبات اهو، هو ده الانبات. واخدين بالكم العلا قد ايه؟ اتزرعت في رمل عادي زيها زي اي عقلة، وحطيت لها التسميد بتاعها اللي هو سبلة حمام. وبسم الله ما شاء الله الحمد لله طلعت. العلا يا جماعة كانت اقل من كده، اقل من دي، ممكن نص دي. حطيتها عادي، حطيتها في الرمل وسبتها تتروي مع الدراجون ده عادي، مفيش اي مشكلة. وبعدها الحمد لله طلعت انتاج جديد. ده يا جماعة الدراجون المفروض ان احنا بنشيل منه، تخليها على عقلة واحدة بس عشان النشاط بتاعه. ودي العقلة يا جماعة. انا عايز اوري لحضراتكم بس العقلة دي عشان حاجة معينة، اعرفكم بس ان الدراجون اسهل نبات ممكن يتزرع. بتاخد العقلة بتحطها بترويها وخلاص. حتى لو بصوا سايبة، لو سايبة بس هتلاقيها تطلع جذور وهتطلع انتاج جديد. من اسهل الزراعات اللي ممكن تزرعها في حياتك هو الدراجون فروت. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد على قناتنا. تابعونا ان شاء الله، وباذن الله تشوفوا فيديوهات جديده. وشكرا.